حقيقة تونس ادتنا الروح اللي خلت اليوم ده غير أي يوم، اللي خلتنا نفكر في اليوم ده غير أي يوم، ونزلنا الشارع ونزلنا وتجمعنا عند مصطفى محمود وعند كل أماكن التجمع. وبعدين كان العدد قليل، وكان الغريب إن إحنا لقينا نفسنا بنكسر أول كردون وتاني كردون وتالت كردون، وشايفين حواجز قاعدة تسقط قدامنا. بدأنا بعدد صغير قوي، الأعداد اللي اتجمعت بدأت بعدد صغير، واللي كله لاحظوا إن العدد ده كان بيزيد بمعدل غير طبيعي، وقعدنا عددنا يزيد يزيد، وحاجز يتكسر وحاجز ثاني يتكسر، ونعدي لحد ما وصلنا لميدان التحرير، ومن التحرير بدأنا ثورتنا. اللي حصل، أنا أزعم الاختلاف عن اللي حصل قبل كده، إن إحنا ربنا شافنا إن إحنا أصرينا ومش هنرجع. قبل كده ما كانش نفس الإصرار، مع إن ممكن تكون نفس الظروف، بس ما كانش كل واحد فينا حس بالمسؤولية وقال مش هرجع ومش هستسلم إلا لما أحقق اللي أنا عايزه. فكل حاجة اتكسرت قدامنا، كل حواجز اتكسرت قدامنا. فاللي حصل ما كانش حد يتوقعه، ما كانش حد يحلم بيه، بس حصل. حصل وكلنا ما كناش مستوعبين ان هو حصل. انا شايف ان الثورة لسه ما خلصتش، واحنا لسه ما حققناش كل مطالبنا. واللي شايف ان احنا بنتكلم النهارده عن ما بعد الثوره، لا، احنا بنتكلم في الثوره وما بعدها. احنا لسه الثوره ما خلصتش، الثوره فقط في رايي انتقلت من ميدان التحرير لايد كل واحد فينا، ايد كل واحد فينا اللي هيبني بيها ويصلح ويعمر ويحاول يفعل حبه لمصر وحبه لوطنه بطريقه عمليه. احنا كطلبة في الجامعة لا يخفى علينا ان احنا ورينا بشوية صعوبات في الاول عشان نحقق حلمنا، بس حققناه. لو احنا اسقطنا اللي احنا عملناه على الشريحة الكبرى من المجتمع اللي عملت الثورة، هنلاقيه تقريبا هو، بس مع فرق بسيط، ان احنا عملنا زي بالظبط ما احنا كنا عملنا في الثورة. احنا اصرينا، والادارة شافت في عينينا الامل وشافت في عينينا ان احنا عايزين نغير، فساعدتنا وادتنا اللي احنا عايزينه. وزي المثل ما بيقول، لا يضيع حق وراءه مطالب. احنا بنطالب بحقوقنا بكل حضاره وشرعيه، ولازم لو احنا فعلا صادقين ناخد حقوقنا مهما كان العوائق اللي قدامنا. فالمقدمة دي كانت لأني شايف لأول مرة في الجامعة اتحاد طلبة student union يكوبريت مع active working group عشان يعملوا حاجة لمصلحة الطلبة، عشان يعملوا مشروع awareness. فأنا بحيي كل واحد قدم الفكرة وشارك فيها وشالها فوق دماغه وسعى إن هو يوصل الرسالة لكل طالب في الجامعة، عشان حس بمسؤولية وحس ان الثورة بتاعته لسه ما خلصتش، وحس ان الثورة انتقلت من ميدان التحرير لإيديه، وحس ان هو دلوقتي دوره والمفروض يقدم لوطنه دلوقتي. فاسمحوا لي ان انا احيي كل واحد شارك في الايفنت تحية خاصة، وكل واحد قدم حاجة للجامعة وبيخطط عشان مصلحة الجامعة ومصلحة الطلبة. ولسه قدامنا طريق طويل، وانا متوقع ان احنا ان شاء الله بالامل اللي انا شايفه قدامي وبالناس اللي انا شايفها والتطلعات والطموحات اللي بتتقال لي كل يوم واللي بسمعها كل يوم، اتوقع ان احنا ان شاء الله هنبقى احسن جامعه في مصر باذن الله. المحاضره النهارده طبعا زي ما احنا قلنا عن مصر في الثوره وما بعدها. وطبعا محاضرنا الاستاذ الكبير الدكتور مصطفى حجازي، تحيه خاصه لي. الدكتور مصطفى يمكن في ناس مننا ما تعرفوش، ويمكن هو ما يعني مش مشهور قوي او مش في شهرة ناس كتير، بس لانه كان قال كلمة قبل كده احب اعيدها عليكم. لما سألوا محمود سعد على في البرنامج بتاعه، قال له حضرتك بتشتغل ايه؟ فقال انا بشتغل شغلة يمكن ناس كتيرة ما تعرفهاش ولو سمعوا يستغربوها. انا بشتغل شغلانة التفكير،
في ناس بتبقى دايما ورا الستاره، في ناس ما بتبقاش ظاهره، بس بيعملوا حاجات قد تفوق ناس كتيره معروفه والاضواء متسلطه عليها، وبيحققوا مصالح البلد يمكن اكتر من ناس كتير بنشوفها وبنحبها وبنحترمها وبالنسبه لنا رموز. انا اعتبر دكتور مصطفى حجازي من واحد من الناس دي. دكتور مصطفى حجازي انا اتعلمت منه كلمه او اتعلمت منه معاني كتير جدا ايام الثوره وقبل الثوره. حاجه يعني من ضمن الحاجات اللي اتعلمتها منه في الثوره كان معنى عميق جدا، كان في كلمه بس انا وصل لي بيه معنى غير طبيعي. كان واقف الدكتور مصطفى بيتكلم مع واحد، فبيتكلم المفروض في الاوضاع اللي مصر فيها وايه هنعمل ايه بعد كده، بس الكلمه جت في النص غريبه جدا استهجنتها. الكلمه قال احنا نفسنا بقى نخلص اللي احنا فيه عشان نفوق لمشاكل السودان وما بعده ونرجع الوحده العربيه ما بيننا. فكره ان انت يبقى انت بتعمل حاجه دلوقتي وباصص لقدام وعندك طموح ملوش حدود، انت دلوقتي في ظل معركه وفي ظل صراع غير طبيعي، بس انت مش بتفكر تحت رجليك، انت بتفكر لقدام، انت شايف مستقبلك وعارف عايز توصل فين. وده اللي اتعلمته منه، ان دايما يبقى الواحد بيخطط لمستقبله وان الواحد عنده طموح وملوش حدود طموحه. دكتور مصطفى حجازي خبير دولي 23 عام من الخبره في مجالات الاستشارات الاستراتيجيه والعمل الخيري الاستراتيجي وشتى مجالات صناعه الفكر. مؤسس شركه ACME كورب للاستثمارات الاستراتيجية، ويقال عنها أنها صاحبة الإسهامات في مجال النشأة والتطور والإصلاح. شارك الدكتور حجازي في عديد من الساحات المحلية والإقليمية في المحاولة لإيجاد ما هو ضروري للإصلاح والتنمية في شتى المجالات. وضع الدكتور حجازي الأسس للتحول المؤسسي للعديد من الشركات العائلية بالشرق الأوسط، وفي هذا الإطار كان أول من أدرج العامل الإنساني كعامل أساسي في الثقافة المؤسسية للشركات في منطقة الشرق الأوسط. وتغطي خبرة الدكتور حجازي جغرافيا كل من أسواق أمريكا الشمالية والشرق الغربي من الاتحاد الأوروبي، وكذلك إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فأسيبكم دلوقتي مع العبقري الأستاذ الدكتور المصطفى حجازي. طيب بشكركم جميعا على الحضور، وبشكر على المقدمة المبالغ فيها، ونرجو ان احنا نكون نستحق بعضها ان شاء الله. طيب انا شايف ان انا في سؤال بسأله شبه مجاب عليه في البوستر اللي متعلق ده، هو انتم متوقعين تسمعوا ايه النهارده، او ايه الاكسبكتيشنز بتاعت حضور اللي تسموها ندوة، محاضرة، جلسة؟ ففي شايف في ايتمز كده محطوطه قدامكم، وده اللي انتم المفروض يعني معنيين بيه. بس هو عشان نقدر ناسس للكلام المكتوب محتاجين نقرا الواقع اللي كان عامل ازاي، ونشوف احنا ما قبل 25 ايه منشا المشكله عندنا، وايه اللي حصل من 25 ل 11، وبالتالي نقدر نقرا ما بعد 11، نقدر نستشرف مستقبل يعني. في روايتين أو في رواية معروفة ودارجة إن إحنا قبل 25 يناير كنا دولة مستبد بيها، دولة فيها استبداد سياسي. دولة فيها استبداد سياسي ونظام يسمى سلطوي في العلوم السياسية، يعني حد واخد البلد لحسابه. طيب هذا صحيح. لكن التعريف الأدق في الحقيقة إن ده على مستوى السلطة والدولة، لكن اللي يهمنا أكتر على مستوى المجتمع، على مستوانا إحنا. التعريف الحقيقي اللي كان موجود قبل الثورة ان احنا كنا في حالة مجتمع اسمه منتزع الإنسانية، او مجتمع منزوع الإنسانية، او نقدر نسميها زي ما بنسميها بالانجليزي dehumanized. يعني ايه dehumanized؟ dehumanized ببساطة يعني في انسان تنازل عن حريته ورغبته في العدل ورغبته في الكرامة. طيب what's the big deal؟ تنازل عن حريته وعدله وكرامته. كانت النتيجة ما كانت، تنازل عن حريته، فالشعب اللي بيتنازل عن حريته كولكتيفلي كده يستعبد ولا يحكم، ده أول حاجة.
فكان المجتمع مجتمع مستعبد، ده نمبر 1. نمرة 2، التنازل عن فكرة العدل والتصور بان في عندنا ديفينيشن جديد للعدل بنعيشه، واحنا كنا عاملين ديفينيشن مصري للعدل، ما اعرفش حضراتكم تعرفوه ولا لا. الديفينيشن المصري للعدل كان ولا يزال الى حد كبير ممكن نسميه ريديبلويمنت اوف انجاستس، إعادة تدوير الظلم، يعني ان احنا ناخد الظلم ونعيد تدويره زي ريسايكلينج كده، وهو ده يبقى منتهى العدل. يعني ببساطة لو حد واقف في طابور، واقف في آخر الطابور، هذا منتهى الظلم. لو لقى واسطة وراح في أول الطابور، هذا منتهى العدل، مش كده ولا إيه؟ وهو ده تعريف العدل المصري as we speak. الكرامة كانت موضوع مشكوك فيه، يعني كان دايما فكرة إن هو نقبل عشان لقمة العيش ونمشي جنب الحيط ونمشي جوه الحيط، كل ده تم تجربته ولم ينتهي إلى شيء، لا رغيف العيش جه ولا المشي جوه الحيطة منع أي نوع من أنواع الرزق ولا أي نوع من أنواع المشاكل. طيب having said this، نحن دلوقتي مجتمع منتزع الإنسانية، اللي حصل له من 25 ل 11 مش أنه أسقط نظام. أهم ملمح مفروض أنتوا تشوفوه عشان ده اللي أنتوا هتأسسوا عليه مصر ما بعد الثورة، احنا نتكلم على مصر ما بعد الثورة، كل الموجودين معايا دلوقتي شركاء في مصر ما بعد الثورة، حتى اللي قرر ألا يكون مشاركا فده نوع المشاركة بتاعته، يعني نوع المشاركة قد تكون أن أشارك بألا أشارك، بس ده في ذاته مشاركة سلبية. طيب عشان أقدر أشارك في بناء حاجة حقيقية لازم أعرف أنا ببنيها على إيه، أعرف إيه اللي انتهى فيها، إيه اللي اتدمر فيها عشان أعرف أبنيه تاني. فكرة أن إحنا نكون بنبتدي من بداية أننا دولة حصل في مشاكل بسيطة في مؤسساتها ونحن الآن بصدد إصلاح مؤسسات الدولة، ده جزء من الحقيقة بس مش كل الحقيقة، لأن الحقيقة الحقيقية، وعشان تعرفوا يعني الحقيقة الحقيقية، إن إحنا قبل 25 كنا عايشين نوع تاني من الحقيقة. النوع التاني من الحقيقة كنا بنسميه الحقيقة الممسرحة أو the theatrical reality. يعني إيه theatrical reality؟ يعني إحنا عندنا من كل حاجة شكلها، عندنا تعليم ما بيعلمش، صحة ما بتعالجش، إصلاح ما بيصلحش. Do you believe this؟ ده اللي كان حاصل. عندنا 20,000 جمعية خيرية، جمعية أهلية، عندنا 10 مليار جنيه في فلوس زكوات وتشاريتي وما شابه، وعندنا في الآخر نتيجة مجتمع زي ما انتم شايفين. يبقى حتى فكرة الإصلاح نفسها اتشال منها حقيقتها. يبقى عشان نقدر نرجع الحقيقة الحاجة لازم نعرف الحاجة دي أصلاً موجودة ليه، وابتدي أصلحها على أنها تطلع النتيجة المرجوة منها، اسمها المقاصد بتاعتها، الأوبجكتيفز النهائية بتاعتها، التيرميناي بتاعتها. إذا احنا عرفنا ان اللي حصل للمجتمع قبل 25 هو انتزاع الإنسانية، يبقى احنا النقطة الأولى هي محاولة استعادة الإنسانية على سكيل أوسع، لأن الاستعادة بتاعت الإنسانية حصلت للي كانوا موجودين في الثورة دي زي ما انا بسميهم من باب من شارك ومن بارك، يعني اللي كان موجود بنفسه جوه ميادين التحرير كلها، ميادين التحرير على ميدان التحرير، ميدان الأربعين في السويس، ميدان القائد إبراهيم في اسكندرية، أي ميدان من الميادين، أو اللي بارك الفكرة نفسها إن هو حب لحظة استعادة إنسانيته مرة تانية. كل حد من دول بشكل أو بآخر شعر أو لم يشعر استعاد جزء من إنسانيته. يعني إيه استعاد جزء من إنسانيته تاني؟ تعريفا يعني رغبته في الحرية ابتدت تبقى موجودة مرة تانية، رغبته في العدل بقت ملحة جدا، رغبته في الكرامة أصبحت لا يمكن أن يقارنها أو أن يتنازل عنها لأي سبب كان. طب ليه إحنا بنلح على الثلاث حاجات دول في الإنسانية؟ لأن إحنا بنتكلم على ثلاث حاجات تبدو أنها مش جديدة، يعني مين منا ما سمعش عن الحرية قبل كده؟